السلام عليكم متابعين قناه فيروس 7 اكس. حلقه جديده معاكم اخوكم من السيتو. في الحلقه اللي فاتت الشباب اتكلمنا عن الانترنت، اتكلمنا عن الديب ويب والدارك نت، اتكلمنا عن ذا اون روتر، اتكلمنا عن الويب، واتكلمنا عن الحاجات دي كلها بالتفصيل. ووضحنا ان تقنيه الانترنت دي عباره عن ابتكار عسكري عملته الحكومه الامريكيه، وزاره الدفاع الامريكيه ومعهد ابحاث البحريه الامريكيه عملوا الاختراع اللي اسمه الانترنت. بعد كده جه دكتور تيم بيرنرز لي، الراجل ده عمل حاجه اسمها الورلد وايد ويب او الشبكه العنكبوتيه. خدمه الويب دي بتحتوي على مواقع كتيره جدا وصفحات كتيره جدا بتساعدك ان انت توصل للمواقع دي. المواقع دي عباره مثلا عن مواقع سوشيال ميديا زي الفيسبوك زي جوجل زي يوتيوب، دي كلها مواقع بسيطه جدا في الويب. الويب ده كله 4% من مساحه الانترنت، الانترنت ده 96% بينقسم للديب ويب والدارك نت. باختصار كده مراجعه سريعه بحيث ان انت تفهم ملخص الحلقه اللي فاتت. طيب، فناس كتيره جدا قالت ان احنا ممكن نستخدم ذا اون روتر او تور بروجكت بحيث ان احنا نشفر او نخفي الهويه بتاعتنا لما نيجي نتصل على الديب ويب وعلى الدارك نت. تحديدا عايز اجاوب على السؤال ده بشكل كامل شويه واوضح لك الموضوع عامل ازاي، وبرده عايز اجاوب على السؤال الثاني اللي هو الديب ويب ايه الضرر بتاعه ويضرك فيه. بمجرد ما تدخل على الديب ويب هل انت كده متراقب وبتجسس عليك ولا لا؟ طب لو انت متراقب فعلا تحمي نفسك ازاي؟ وهل تقدر تحمي نفسك بنسبه 99% او 100% على الديب ويب والدارك نت ولا لا؟ وايه الاضرار وايه الايجابيات اللي انت ممكن تلاقيها هناك؟ فخلينا نجاوب على كل ده باختصار كده في حلقه واحده اللي هي الحلقه دي. بعد كده برده اشرح لكم ازاي تدخلوا على الديب ويب وعلى الدارك نت من خلال توزيع معينه، بعض الادوات وكل ده بشكل عام، ولكن هنتكلم عنه في حلقه ثانيه هنزلها ورا دي على طول. يعني بعد ما تسمع الحلقه دي هتلاقي الحلقه الثانيه برضو نزلتها في نفس الوقت، تمام؟ طيب، فباختصار يلا بينا نبدا. في البدايه عايزين نعرف تور بروجكت ده او ذا اونيون روتر ده بيشتغل ازاي. يعني احنا مثلا دلوقتي انا عاوز اتصل على الديب ويب، لما اتصل على تور هل كده انا محمي؟ يعني الشخص اللي بيقول لك ان انت بمجرد ما تثبت تور وتبدا ان انت تتصل عليه وتحاول تروح مثلا على الديب ويب او الدارك نت فانت كده مخفي. فانا حابب اوضح ان الشخص اللي قال الكلام ده مش فاهم اصلا تور بروجكت او ذا اونيون روتر ده مبني ازاي. باختصار كده يا شباب، لو انا جيت اتصل على موقع مثلا، مش هقول لك ديب ويب او دارك نت، لو انا جيت اتصل على موقع فيسبوك او موقع جوجل او موقع يوتيوب، كل اللي انا هعمله ايه؟ هبدا ان انا اخد الجهاز بتاعي افتح داتا او افتح واي فاي. يبقى انا كده رحت لحاجه اسمها اي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر، او مزود الخدمه، شركه وي، شركه اتصالات، شركه اورنج، اي شركه بتديني انترنت دي اسمها اي اس بي، تمام؟ الاي اس بي عشان يسمح لي ان انا اتصل واروح مثلا للفيسبوك على طول بيطلب مني بيانات الاي بي بتاع الجهاز بتاعي. يعني هو ما يعرفنيش ولا يعرف الجهاز بتاعي ولا يعرف حاجه اسمها اي بي. الاي بي ده نظام مثلا رقم موبايلك، انا لما بتصل بيك على رقمك بعرف انت مين. وقلنا قبل كده عن الحاجات دي، اتكلمنا عن الدي ان اس والاي بي، وضحنا الحاجات دي كلها، فمش محتاج ان انا اعيدها تاني. ولكن هنا الاي اس بي وصل للاي بي بتاعك، يعني عارف انت مين وعاوز ايه. عاوز ايه؟ اللي هي الفيسبوك، انت عاوز فيسبوك. فبيبدا انه ياخد الاي بي ده وبيجيب له الفيسبوك، يا فيسبوك في واحد عايزك، مين هو؟ بقول له الاي بي بتاعه كذا. فبياخد الريكوست بتاعه ويبدا ان هو يبعته لك على نفس الاي بي، فبتلاقي صفحه فيسبوك ظهرت قدامك. فهنا شركه الاتصالات او مزود الخدمه اللي بتدي لك انترنت عندها كل الانفورميشن الخاصه بالاتصال بتاعك ده او الباكجات اللي بتتبعت منك للموقع ده. فالاتصال بتاعك بيمر من خلال الشركه دي. واحد يقول لي طب بنستخدم خدمات البي بي ان او تور مثلا، ما انت برضو عشان تتصل لتور لازم الاتصال بتاعك يروح للشركه، فدي كده نظام ثغره امنيه او نقطه ضعف او في ضعف امن هنا، فبيسمح لي شركات الاتصالات ان هي تعرف كل الداتا اللي انت بتعملها. قانون الجرائم الالكترونيه في مصر، انا ماليش دعوه بالدول الثانيه، قانون الجرائم الالكترونيه في مصر بيفرض على شركات الاي اس بي ان هي تخزن سجل النظام المعلوماتي لمده 6 شهور. يعني كل الداتا اللي انت بتعملها تبقى موجوده في الداتابيس بتاعه الشركه دي لمده 6 شهور. يعني الكلام ده برضو يعني لو انا مثلا فتحت اللابتوب بتاعي بدات ان انا ادخل بطريقه مباشره او غير مباشره وفقا لقانون الجرائم الالكترونيه في مصر زي ما بقول النص او البنود بتاعته، لو انا اخترقت جهاز محمد ده مثلا، محمد ده كل الداتا دي متسجله في قاعده البيانات بتاع شركه الاتصالات اللي انا استخدمت الانترنت منها او الخدمه بتاعتها منها لمده 6 شهور. طيب، هل هيجيبوني بما اني اخترقت محمد او مثلا واحد عاوز يخترق جهاز خطيبته يشوفها بتكلم حد او كده؟ لا، هو الموضوع مش كده. هم لو عايزين يزعلوك هيزعلوك، لو عايزين يوصلوا لك هيوصلوا لك. ما تفكرش ان انت من خلال مثلا لما تستخدم كالي لينكس، حتى نظام لينكس مش امن اساسا، مش مجرد ان انت تستخدم مثلا التور او اي بي بي ان او بروكسي او الاي تو بي او اي حاجه بتعمل لك تشفير للاتصال يبقى انت كده محمي. انت فاهم غلط. الفكره كلها ان اتصالك اول ما بيطلع من جهازك بيروح فين؟ للاي اس بي، الشركه اللي هتديك انترنت هي اللي توصلك بالعالم الثاني بتاع الانترنت ده. فكل الفكره ان الشركه عندها داتا ليك، تمام؟ ومش شركه بس، ده بعد الاتصال ما بيروح للشركه دي والشركه دي بتحوله لتور، بيجي الاتصال يخرج من تور عشان يروح للطرف الثاني اللي هو الشخص اللي انت بتتصل عليه او الموقع ده، تلقائيا الاتصال بيبدا ان هو يطلع بيه تشفير ال HTTPS. يعني تشفير HTTPS في ابحاث علميه اثبتت ان ال NSA وال CIA عندها طرق لكسر التشفير او فك التشفير او فك الشفره بتاعه ال HTTPS.
يعني انت كده يعني من هنا في ثغره امنيه ومن هنا في ثغره امنيه، فكل الفكره في اللي بيدور في النص اللي هي شبكه تور. شبكه تور عباره عن طعم او نظام، يعني حاجه انا عاملها الم فيها كل الناس اللي عايز تعمل حاجه شمال. يعني باختصار كده احنا بنقول الانترنت ده اختراع عسكري عند الحكومه الامريكيه. طيب عاملاه ليه؟ عشان هي تتواصل بيه بطرق هي مش هتقولها لك. يعني عمل التور ده اوبن سورس عشان الناس تستخدمه، عشان الناس تطور فيه، وعشان الناس كلها تبدا ان هي تلم عليه وتستخدمه، فهم يقدروا يوصلوا للناس اللي بتستخدمه دي ويعرفوا هم مين. لان باختصار لو جينا نحلل مثلا اي برنامج في بي ان او اي خدمه في بي ان او تور مثلا، خلينا نحلل تور، كل الفكره ان انا عشان اتصل بموقع مثلا في الديب ويب، خلينا مثلا نقول ان الموقع ده مثلا فيسبوك، تمام، ببدا ان انا اعمل اتصال. الاتصال بتاعي بيطلع من الجهاز بتاعي بيروح للاي اس بي. هنا الاي اس بي او الانترنت سيرفيس بروفايدر عارف انا مين، عارف الاي بي بتاع اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي او التليفون بتاعي. الاي بي ده متحدد اللوكيشن بتاعه، متحدد نوع البراوزر بتاعي، الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، معلومات كتيره جدا. وفي التحليل الجنائي الرقمي بيوصل المعلومات اكتر من كده، لانهم عندهم يعني اجهزه وامكانيات اعلى من كده، فبيقدروا ان هم عندهم صلاحيات ان هم يفتحوا الكاميرا بتاعتك في اي وقت ويراقبوك. فاحنا بنتكلم عن نقطه معينه ان احنا بنحلل تور دلوقتي. فبعد كده الاتصال بيروح للاي اس بي. الاي اس بي بيبدا ان هو يمرره من خلال تور، يعني بيبدا ان هو ينقله الخدمه بتاعه التشفير اللي هي اسمها تور. تور بياخد البيانات بتاعتك، ده مين ده؟ ده فلان رايح مثلا لموقع تاني او اللي هو اسمه فيسبوك. بيبدا تور ياخد البيانات دي، بيبدا ان هو يحطها في باكت ويبدا ان هو يشفرها، بعد كده بيبعتها الباكت الثانيه، الباكت الثالثه بيشفرها على ثلاث مراحل، بعد كده بيبدا ان هو يروح لموقع فيسبوك بيقول له الشخص ده عايزك. على ما انت بقى توصل للفيسبوك بيبدا الاتصال بتاعك اصلا يفك التشفير. يعني في اول مره بيفك في اول طبقه من التشفير، قلنا الثلاث طبقات، اول مره بيفك طبقه التشفير، ثاني مره بيفك الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه بتتفك، بعد كده بيطلع الاتصال بتاعك للفيسبوك. ولكن الفكره بتاعه تور ان جوه الشبكه الباكجيه بتاعتك دي او الباكت اللي فيها المعلومات بتاعتك دي بتمر على اكتر من كوبري، يعني كباري الكترونيه، فرنسا، بعد كده روسيا، بعد كده اوروبا مثلا، انا بدي امثله. يعني بيحصل نظام لخبطه شويه عشان لما يجي هم مثلا فيسبوك او اي مثلا محلل جنائي رقم يبدا ان هو يعترض الاتصال بتاعك او ان هو يتتبع الاتصال بتاعك، يروح مثلا لروسيا، بعد كده يرجع لامريكا، بعد كده يروح مثلا للبرازيل، بعد كده يبدا ان هو يرجع للاي اس بي بتاعك ويقول له ان انت فلان الفلاني موجود في مصر، اللابتوب بتاعك نوع كذا كذا، والكاميرا بتاعتك تقدر تفتحها وتشوفها بيعمل ايه دلوقتي. فباختصار كده تور اصلا مشروع اللي عملاه الحكومه الامريكيه ونشرته في 2002 وفي 2004 خليته اوبن سورس. يعني الحكومات مش عامله ده كله كده عشان سواد عيونك ولا عشان ان انت تروح مثلا تخترق شخص، ولكن احنا بنتكلم عن طرق الاختراق العاليه جدا. زي ايه مثلا؟ مثلا لو واحد قال لي انا فتحت اللابتوب بتاعي عشان اخترق مثلا جهاز خطيبتي اشوفها بتكلم حد ولا لا، طيب هل هم هيجيبوني هنا ويعاقبوني قانونيا؟ انا عايز اقول لك انت مين وخطيبتك مين اساسا. يعني انت مثلا عشان يجيبوك انت ويجيبوا خطيبتك ويقول له انتوا مخترقين بعض ليه؟ طب ما تقولها انتوا الاثنين، يعني انتوا مين اساسا؟ ولكن انا بتكلم عن مثلا لو انت جيت تخترق بنك مثلا. ناس كثيره جدا بتقول ان احنا نقدر نخترق بنك، فبنتصل على تور عشان نقدر ان احنا ندخل على السيرفرات وكلام من ده. فانت هنا لو جيت تتصل على بنك او حاجه زي دي، فاتصالك كله بيروح للاي اس بي، فانت ممكن هنا تتراقب وممكن تتجاب، وفي تقنيات ثانيه كتيره جدا لفك الشفره ويقدروا ان هم يحددوا مكانك. فلو انت عاوز تستخدم التور بروجكت بحيث ان انت تعمل اتاك او تعمل اختراق معين لموقع معين، لا، حابب اقول لك ان الحكومات عندها صلاحيات ان هي توصل لك وتعرفك من قبل ما تعمل الهجوم اساسا، ده اذا ما كنتش اصلا متراقب فعليا دلوقتي. لو واحد مثلا جالك في البيت ضيف، لو انت مش عارفه خالص وخبط عليك واحد، هتقول له انت مين؟ عاوز مين؟ يعني هتقعد فين؟ عايز ايه؟ لازم تعرف هو مين. فانت رايح للانترنت، لازم الانترنت يسالك انت مين وعايز ايه واديني بياناتك، ويبدا ان هو يدخلك في الشبكه بتاعته ويدخلك لاي شخص انت عايزه، ولما تيجي تخرج برده بيبقوا عارفين بياناتك. فانت باختصار ما تروحش للديب ويب والدارك نت على اساس ان انت مثلا تستخدم تنزل ادوات للاختراق والهاكينج والحاجات دي. طيب فلو جينا مثلا نقول السلبيات بتاعه الديب ويب او الدارك نت، قلنا ان ممكن تحمل كتب مثلا للهاكينج تعليميه للسكيورتي عشان ما حدش يقول لي انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا عاوز بس ادخل على الديب ويب انزل شويه افلام، انزل مثلا شويه كتب تعلمني البرمجه، تعلمني الهاك، تعلمني مثلا النتورك، تعلمني السكيورتي، اي حاجه من دول، فما فيش اي مشكله. بس انت الضرر كله في الديب ويب ان انت تدخل تحمل حاجه. ليه؟ لان ممكن يكون تروجن او مثلا بايلوت، كيلوجر، اي حاجه موجوده في الكتب اللي انت بتنزله ده فيهكر جهازك، يبقى جهازك هنا مخترق. طيب ايه الحل عشان ندخل على الديب ويب او الدارك نت؟ انا وضحت لك ان مفيش حمايه، يبقى عشان ما تروحش بس هناك وتبقى فاهم ان انت خلاص بقى داخل كده في شبكه مخفيه زي ما بيقولوا، وان انت تور كده حامي اتصالك، وان انت مش معروف، وان انت انونيموس، لا مفيش الكلام ده، تمام؟ وبلاش تحط اللزقه على اللابتوب بتاعك عشان مش هتعمل لك حاجه، يعني مش هتحميك دي. طيب
عايزين ندخل على الديب ويب، هتلاقيني عامل لك حلقه ثانيه ازاي تثبت توزيع من توزيعات لينكس هتسمح لك ان انت تدخل على الديب ويب، وهدي لك رابط كتيره جدا اسيبها لك في الموقع بتاعنا زي مواقع مثلا هاكرز بليس وزيرو دي ومواقع ثانيه كتيره هتفيدك على الديب ويب والدارك نت. عاوز تحمل حاجه حملها مفيش اي مشكله، بس يا ريت لما تيجي تستخدم، او انا هقول الكلام ده كله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله اللي هنزلها بعد دي، بس انا بوضح لك ان انت عشان تدخل لازم تحط نظام فيرتوال ماشين او جهاز وهمي، او نبدا ان احنا نعمل ماشين مثلا ونبدا ان احنا نثبت عليها توزيعها مثلا لينكس زي تايلز مثلا، ونبدا ان احنا نثبت او ندخل من تور على طول، هي مخصصه لتور اساسا والديب ويب، ونبدا ان احنا ندخل بدون اي مشاكل. فحتى لو حملنا حاجه وطلعت عليها مثلا تروجن، مثلا نزلنا كتب الكتروني بي دي اف طلع عليه تروجن، فالجهاز حتى لو اتهكر فهو جهاز ما يهمناش. فهمت الفكره؟ فدي الفكره اللي انا عاوز اوضحها لك، ما تخشش من موبايلك الخاص بيك وعليه صورك وعليه حاجات وحسابات خاصه بيك انت، ما تخشش بلابتوب بتاعك خاص بيك عليه الداتا كلها خاصه بيك انت. يعني دايما عشان تدخل على مواقع زي دي او الانترنت عموما وعشان تحمي نفسك، ما تخشش على حاجات مجهوله. في اعلانات جافا سكريبت منبثقه في الويب في المواقع العاديه خالص، زي مواقع تحميل الافلام المشهوره في مصر ايجي بيست واقوام، والمواقع دي كلها انتوا عارفينها، بتدخل عليها بس بيطلع لك نظام جافا اكواد جافا سكريبت منبثقه كده عباره عن اعلانات اللي بتقول لك فيروس خطير في جهازك، اضغط هنا للتنظيف، مش عارف ايه. انت بتدوس بيتحمل عندك حاجات بتشتغل في الخلفيه، بتبقى بشكل هيدن، بيبقى عندها صلاحيات انها تتحكم في جهازك بالكامل. فده يعتبر برضو اختراق، ودي برمجيات زي الزفت اساسا، واصحاب المواقع مش عارفينها. فانا بقول لك ده بره الديب ويب والدارك نت، ما بالك لو دخلت الديب ويب والدارك نت اللي بيجمع كل الناس البروفيشنال في الهاكينج. واحد هيقول لي برضو، عشان برضو نفس السؤال ده انا سمعته كتير جدا، واحد هيقول لي طيب ماشي، ما في هاكرز كتير جدا بيبداوا ان هم يعملوا اختراقات وما بتعرفوش، طب انت ايه يضمن لك ان هم ما يتعرفوش؟ يعني دول فكرته مش ان انا اخفيك بنسبه 100%، وحتى من سياسه الخصوصيه بتاعته ان هو بيقول لك كده، بيقول لك ان احنا ما نقدرش نحميك مثلا بنسبه 100%، ولكن ممكن ناجل عمليه الوصول ليك. يعني مثلا اعطلك، ممكن تعطلني قد ايه بقى؟ شهر، شهرين، سنه، سنتين، قرن، ولكن ما فيش حاجه اسمها 100%، انساها. تمام. فمثلا حمزه بن دلاج مسكوه بعد 3 سنين، هاكرز كتير جدا بيموتوا ضد مجهول، انت مش ممكن يكون واحد منهم انت فاكر ان هو ده يعني انونيموس وان ده كبير الهاكرز ومستر ماكس زي ما بيقولوا في الافلام وحاجات زي كده، لا انت فاهم غلط. فانا عايز اوضح لك ان لو انت داخل على الديب ويب او الدارك نت او الويب اساسا، مش هقول لك مواقع اللي هي بتاعت الانترنت دي العميقه، لا ده لو انت داخل على الويب، ممكن جدا جدا ان جهازك ده يكون متهكر في ثانيه، مش محتاج ان انا ابعت لك اي داتا. منين؟ من جهات حكوميه. طيب ليه؟ لان انت داخل على خدمه اصلا الخدمه نفسها اصلا ابتكار حكومي، يعني الحكومات مش عامله ده عشان انت تيجي تتعبها، البلد ما بتبقاش ناقصه، ولازم يكون عندهم سيطره، لان لو ما عندهمش سيطره البلد مش هتنهض ولا هتقوم. فهمت الفكره؟ فانت ما بتعيش نفسك في وهم الهاكينج والسكيورتي وبتاع والجو البلاك هات والسبامرز والكراكر، وان انت تسحب فيز وتسحب وتخش تخترق بنوك. هي مش مفتوحه، مش اي حد يقدر ان هو يدخل كده بلابتوب يهكر يجيب ملايين دولارات وكلام الفارغ ده، مفيش الكلام ده. حتى لو في ناس عملت كده كلها اتسجنت دلوقتي، وحتى لو ناس بتقول لك ان مفيش، في ناس كتير جدا بتعمل كده وموجوده ماشي، ما في ناس بتتقتل، هاكرز بيتقتلوا كتير جدا وبيتقبض عليهم، بيبقى كله ضد مجهول، ما بيعملوش منه بطل ولا بيتكلموا عليه اصلا لان هو ما يشغلهمش. ولكن كل الفكره في ان هو متخفي وهنوصل له، ولكن بعد فتره معينه. تمام؟ او ما وصلش للمرحله الخطر اللي بتزعلنا، فلما يوصل للمرحله دي هنبدا ان احنا نجيبه. فهمت الفكره؟ ولكن ان هو فاكر نفسه محمي دي انساها. تمام. فباختصار ده الفيديو، مفيش حاجه اسمها تخفي على الانترنت، ما تصدقش اي حد يقول لك كده، صدقني ممكن يسبب لك مشاكل ويديك توزيعات ويقول لك خش البرنامج ده في بي ان وشفر اتصالك زي تور والاي تو بي والبروكسي والفي بي ان والحاجات دي، وتبدا ان انت تستخدمها وتعمل بلوه وتبص تلاقي نفسك محبوس من الصبح. فيا ريت تفتح دماغك شويه وتفهم الموضوع عامل ازاي، مش اي حد يدي لك حاجه تبدا ان انت تستخدمها. يعني باختصار كان هو استخدمها. تمام؟ فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع عامل ازاي. اسف ان انا طولت عليكم، بس بحب افهمكم كل كبيره وصغيره. فده باختصار الفيديو، لو انت لسه جديد في القناه اشترك وفعل الجرس، عندك اي استفسار اي مشكله اي حاجه بتواجهك اتمنى الكومنت تحت الفيديو، برد على كل التعليقات. اشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7 اكس، ما تنسوش الحلقه اللي بعد دي على طول هنزلها دلوقتي حالا، هتلاقوها برده شرح تثبيت التوزيع، ومنها تقدر ان انت تدخل على الديب ويب والدارك نت. ولكن ما تنسوش ان مفيش حاجه اسمها حمايه بنسبه 100%. السلام عليكم.